القوات الأمريكية أنشأت القاعدة وتمركزت فيها لثمان سنوات ثم سلمتها إلى القوات الحكومية، وبعد أن استقر الأفغان فيها حصرناها من عدة جهات، ولم يعد باستطاعة الحكومة إيصال المساعدات إلى الجنود فقرروا الانسحاب. ساعدنا كثيرا بانسحاب القوات الحكومية من القاعدة لأنها تسببت في مقتل نحو 20 من أبناء القرية. بالمعنى العام هذه هزيمة عسكرية، عندما لا تتمكن القوات من الاحتفاظ بقواعدها تنسحب وتسمي ذلك انسحابا تكتيكيا، لكنها هزيمة. والحقيقة أن هذه القوات لا تستطيع الصمود أمام مسلحي طالبان، وهذا أمر مقلق للغاية.